سلومة غالب مديرة أو أمينة الشؤون الإدارية لجمعية منكبر سوا موجودة معنا اليوم. جمعية منكبر سوا تعنى بالمسن وصار عمرها سنة، رح تخبرنا عنها أكثر. سلومة أهلا وسهلا فيك. صباح الخير كاتيا. نحن اليوم بدنا كمان نحكي نحن وياك عن حفل الإطلاق لهالجمعية. صحيح. يلي رح يصير بأربعة شهر، بس بالأول خلينا نعرف المشاهدين على منكبر سوا. جمعية منكبر سوا مثل ما حضرتك قلتي هي صحيح رح يكون حفل إطلاقها بأربعة آب، ولكن هي خلقت من سنة. نعم. تأسست من سنة. رحنا مجموعة من 16 شخص اتحدنا مع بعضنا، اتفقنا أنه أول شيء وحدنا الرؤية. رؤيتنا هي بالمجموعة بالجمعية هي نحو مجتمع صديق للمسن. نعم. أكيد رجعنا حددنا الرسالة. الرسالة هي كيف نخلق بيئة حاضنة لفئة كبار السن. للأسف لأنه نحن نعرف أنه مجتمعنا هو مجتمع ما بيحضن هيدي الفئة، في مشاكل كثير على هيدا المستوى. فلحنحاول بأهدافنا بخطة عملنا كيف نخلق هيدي البيئة أكيد على كافة الأصعدة، ولح يكون هيدا العمل مش بس ضمن فريق 16 شخص، لح يكون بالتعاون مع مختلف القطاعات سواء الرسمية أو الخاصة اللي هي تعنى بقضايا كبار السن، وكمان بشكل خاص مع مؤسسات المجتمع المدني، لأنه الهدف الأساسي نوصل لشيخوخة نشيطة، لشيخوخة فعالة، وشيخوخة صحية بمجتمعنا المحلي. يعني هيدي رسالتنا الأساسية. أكيد رح نحاول نوصل ونهدف أنه نوصل لهذا الهدف من خلال خطة عملنا والخطة الاستراتيجية اللي رحنا حطيناها. المجتمع ما بيحضن كبار السن وما بيستفيد منهم كمان 100%، ولا من غنى خبراتهم. هيدي المشكلة الأساسية اللي عم بيعاني منها، يعني بيأذيهم وبيأذي حاله. صح. ما إحنا دايما كنا عم نقول إحنا ضمن المجموعة في معنا أخصائيين وخبراء بقضايا كبار السن، على طول بيقولوا انه معروفة انه فئة كبار السن هن ثروة وطنية عم نفرط فيها، وهالمجتمع لحتى نقدر احنا نحوله لمجتمع صديق للمسن لازم يتهيأ. فكبير السن للأسف بكتير محلات عم ينهدر حقه، ما يعني حتى كرامته بمحل معين عم بتضيع. فرحنا حبينا من قضاء صغرت الزاوية نكون يكون في جمعية جديدة، يعني نحن معتبر جمعية نموذجية مش تقليدية، تهدف لحتى تحول المجتمع مجتمع صديق للمسن. فهذا هدفنا الأساسي أكيد ضمن خطة عمل محددة رح نحكي عنها أكيد بعد ما نحكي أكثر عن حفل الإطلاق. فيعني هيدول هن الأهداف الأساسية، لأنه فعلا كبير السن بمجتمعنا للأسف مهدور حقه ومهدور كرامته بكثير مطارح. هيك وما ننسى أنه نحن مستقبلنا شيخوخة كلنا هيك، يعني كمان مش بس مستقبلنا، كل إنسان هيدي مرحلة، يعني مرحلة كل إنسان بده يمرق فيها. نعم. بحياته يعني، وما دري تكون مرحلة سلبية، لأنه كل عمر وإله جماله. فكمان مرحلة الشيخوخة فيها تكون مرحلة جميلة ونشيطة وفعالة بقلب المجتمع. فإذا عم نحضر المجتمع ليكون يعني صديق. جاهز وصديق مثل ما عم بتقولي لا كبار السن، عم نحضر مجتمع يكون قادر يستقبلنا كمان بهالعمر 100%. تنحكي عن حفل الإطلاق اللي رح يصير بأربعة آب واللي رح ينطلق من صغرتها. حينطلق من صغرت الزاوية حقيقة أربعة آب، رح يكون حفل الإطلاق بدير مرسم عين أيتو قضاء صغرتها. بهيدا الحفل الإطلاق اللي رحنا حنحاولنا يكون حفل منوع مميز بيعرف شوي عن هويتنا. فحيبلش بنشيد للمسن، هالنشيد هو كان من كتابة نزار فرانسيس، ألحان رواد رعد، وزعه كمان كريم عوض، وتسجل باستوديو ميشيل فاضل أكيد مع حفظ الألقاب، وحيكون من بغناء معين الشريف. نعم. حيزع لأول مرة بحفل الإطلاق. كمان جمعية منكبر سوا كان إلى إنتاج تاني غير نشيد المسن، هو فيلم وثائقي. هالفيلم من بطولة الممثل القدير عمر مئاتي، وبدي ودي تحية كتير كبيرة لهالممثل الكبير الأستاذ عمر مئاتي. فعلا اللي هو رغم تحدى خروجه من المستشفى ووضعه الصحي ولبى دعوتنا وطلع على أهدن وصور هالفيلم الوثائقي اللي رحنا بنهدف من خلاله نوصل رسالة، نوصل الصورة الإيجابية عن كبار السن، إنه الإنسان حتى لو كبير السن بعده فيكون نشيط
بعده فعال، بعده موجود، ما انتهى دوره، ولا حتى لهو يلغي حاله ولا المجتمع حتى يحطه على جنب. على كل حال استاذ عمر رمقاتي يعني خير مثال على هالموضوع. من هيك يعني لمن الاعلام مش بس بالتمثيل لمن الاعلام يعني روبير فرنجية اللي هو بالحقيقة. كتب نص هيدا الوثائقي، لمن اختار عمر رمقاتي كان عارف حاله مين عم يختار. وهون كمان يعني الاعلامي روبير فرنجية اللي هو امين الشؤون الاعلاميه بجمعيه منكبر سوا، فعلا تحيه كمان له، لانه لكل الجهد اللي عم بيقدمه لهالقضيه ولقضيه كبار السن. ففعلا لانه بالنهايه هي الرساله اذا بدها توصل، يعني الثقافه جديده لازم تكون موجوده اللي هي الصوره الايجابيه والرساله لازم صح. والاعلام رح يكون له دور كثير كبير لحتى نغير هيدي الصوره. نحن نعتبر انه الشيخوخه بمجتمعنا ما عم يتصور الا بصوره سلبيه. كنا عم نشوف صوره قبل يمكن من اعضاء الجمعيه صحيح، هي كوتا نسائية صحيح. هيدي الصورة هون في المجموعة سيدات يعني أكيد إحنا مشكلة مش بس فيها نساء ورجال. فهون بس إحنا حبينا ناخد صورة لمجموعة منكبر سوا الكوتا النسائية فيها. يا ريت قدرنا خدنا الصورة اللي هي فيها المجموعة كلها سوا، إحنا من 16 شخص. بعد عنا وقت أكيد رح نرجع ناخد صور تانية وناخذ وقفه صغيره ومن بعدها نرجع نحكي عن كمان خطه العمل على الارض. يعني اكيد حكينا عموميات وحفل الاطلاق كثير مهم لحتى يكون معروف يعني مزبوط. عمل الجمعيه ولكن كمان خطه العمل على الارض مهمه ما هو كاتيا ضمن حفل الاطلاق رح يصير في عرض لخطه العمل. نعم. يعني خطه العمل اللي رحنا حنعرضها اخذناها من منبثقه من مبادئ التوجيهيه لخطه عمل مدريد. خلينا نحكي عن هالخطة بالتفصيل بس بعد هالوقت. أكيد. منتابع لايف مع جمعية منكبر سوا مع سالومة غالب يلي هي أمينة الشؤون الإدارية بالجمعية. هالجمعية يلي تعنى بكبار السن وبثقافة جديدة بالمجتمع اللبناني لكبار السن واللي راح يكون إطلاقها بأربعة آب بصغرتها الزاوية. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. وصلنا نحكي عن خطة العمل على الأرض يلي راح تكون إذا عم بتغير هالثقافة وبنفس الوقت عمليا عم تكون عم توقف حد المسن وتساعده إنه يقدر يتكيف ويعطي من خبراته. يعني مزبوط. كمان أوقات كتير كبار السن بيصيروا محطوطين على جنب، عندهم طاقة كتير كبيرة مش عارفين كيف بدهم يوصلوها وبأي طريقة. لا، المجتمع ما عم بيساعدهم كمان من هون. رحنا هيدا واحد من الأهداف اللي خطط عمل جمعية منكبر سوا. من هون كنا عم نقول نحن أخذنا 8 قضايا من خطة عمل مدريد لحتى نطورهم نشتغل عليهم تنوصل من خلالهم لهدف الجمعية. واحد من الأهداف من القضايا اللي نحكي عنها هي أول شيء التضامن بين الأجيال. عندي كمان مشاركة هالمسن اندماجه بالمجتمع ومشاركته الفعالة النشيطة، يضل موجود، ضل مجتمعه وعم يستفيد من خبراته، ما يحس حاله أنه انتهى ما بقى له دور. يعني هدول القضايا كل خطة عملنا لح تكون الشغل عليها من يعني نقطة نقطة حتى إن كان بالوضع الصحي، الرعاية الصحية. كمان نحن مجتمعنا للأسف ما في تغطية للرعاية الصحية لكبير السن. في سوء المعاملة بمحلات مثلا عم نحس انه المسن كرامته ما عم بتكون محفوظه، حتى عم يعامل بطريقه شوي سلبيه. في كثير نقاط رح نضوي عليها بخطه عمل مدروسه. رح نشتغل بشكل مباشر مع المدارس. يعني كمان مش بس عم نسعى انه مش انه قضاء صغيرتها الزاويه يتحول لقضاء صديق للمسن، كمان حنحاول يعني نشارك المدارس المنطقه تعلن نفسها صديقه للمسن عبر ورشه توعيه، لانه مثل ما بنقول تنحول تنقدر نحول نوصل مجتمع صديق للمسن بدنا نهيئه. نعم. تهيئته هي اهم بشكل نعم. اولي. نعم. ويب سايت كمان خاص بالجمعيه رح يتم اطلاقه رح يتم اطلاقه كمان باربع اب ويب سايت خاص بالجمعيه. مبدئيا كل المعطيات والمعلومات اللي لازم تكون محطوطه بكل شيء ما يختص من دراسات من احصاءات من خطط العمل نظام الجمعيه، معلومات عن الشيخوخه، معلومات تثقيفيه، معلومات التوعية بيتضمنها بأربع آب إذا الله راد. رح يتم إطلاقه كمان بحفل الإطلاق مثل ما كمان نحكي بالتفصيل بحفل الإطلاق عن الخطوات العملية اللي هي عمليا كيف
بده يتم العمل لحتى نخلق هيدا الفرق لحتى نوصل لمجتمع صديق للمسن. بأربع آب هيكون كل هال وين رح يصير بالتحديد هالحفل؟ قلنا بذكرنا بدير مرسم عان العمود والدعوة عامة، دعوة عامة مفتوحة أكيد لحتى الكل يشارك فيها. يعني نكبر سوا حتبلش بعد أربع آب، يعني شغلنا الأساسي خطة عملنا تنفيذ الخطة العمل الأهداف هي حنبلش إحنا نترجمها، وإن شاء الله نكون على قد هالمسؤولية لحتى نوصل نحقق هالأهداف، لأنه كبير السن هي قضية وفاء، هي قضية كرامة إنسان بمحلات عم بتكون مهمشة عم بتكون مهدورة، فإن شاء الله نكون على قد هالثقة وعلى قد هالمسؤولية. أنا أكيد إنه كل المجتمع رح يكون مساند، لأنه دايما المجتمع بيكون بيفكره مواضيع كتير وعارف حقيقة الأشياء وشو اللي لازم يصير، ولكن بكفي أنه يكون في أشخاص عم يتحدوا لحتى يبلشوا الطريق. صحيح صحيح. من ضمن كمان برضو من ضمن البرنامج في إطلالة مميزة للمخرج والممثل جورج خباز نعم. يلي حيكون هو رفيق وصورة الجمعية بكافة نشاطاتها. تحية له كمان. تحية له أكيد. وكمان حيكون في مشاركة للاي بي اس ام تشامبر اوركسترا اللي هي بإدارة الأستاذ وليد جرمانوس وبقيادة المايسترو غارو افيسيون، فكمان هون في شكر لمشاركتهم بحفل الإطلاق. يعطيكم ألف عافية. بيعطيكم أنت كمان ألف عافية. شكرا لوجودك معنا. وقف هلا ونرجع من تمام نحن وياكم لايف مع واتس كوكينج. خليكم معنا.